جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من بادية البرك رمزت إلى اسمها بالحروف شين لام واو، تسأل وتقول: هل صحيح أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لا تلبس الذهب أو الفضة بعد عدة الوفاة حتى تتزوج زوجا آخر؟ بعد العدة هكذا تقول يجوز لها أن تلبس من الزينة وتتطيب وأن تخرج من البيت لحاجتها، لأنها قد انتهت عدتها، وإنما ترك الزينة والبقاء في البيت ترك الطيب، هذا ما يسمى بالإحداد، وهو إنما يكون في مدة العدة. أما بعد العدة فيجوز لها أن تلبس وأن تتطيب وأن تتجمل بالمعروف من غير أن تتعرض للفتنة وأن تظهر هذا للرجال غير المحارم إذا خرجت للأسواق. قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الزينة والتجمل الذي يكون بالشيء المعروف الذي هو المعتاد عند النساء من مثلها وفي مجتمعها. نعم.